بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وبعد كلام الله تعالى لا فصل ولا جدال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والحديث عن مكانة المرأة في الإسلام وكيف أكرمها الله أما وأختا وزوجة وابنة حديث يطول، وهو مفصل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.